الإمارات أبناءها في مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضي. كان في استقبال سمو ولي عهد دبي لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية التي يتزامن افتتاح مبنى زايد وعدد من قيادات الهيئة التعليمية بها، حيث استهل سموه الزيارة بتسجيل كلمة في سجل كبار الزوار حيا فيها الأكاديمية بما تحمله من تراث عريق كواحدة من أشهر وأقدم المؤسسات العلمية العسكرية في العالم، متمنيا للقائمين عليها مزيدا من التقدم والازدهار. وتعرف سموه على أحوالهم المعيشية واطمأن على توافر مختلف سبل الراحة لهم، وكذلك كافة المقومات الكفيلة بتمكينهم من تحقيق أرقى مستويات التحصيل العلمي، داعيا إياهم إلى المثابرة في دروب العلم وأن يكونوا خير سفراء للدولة وأفضل تمثيل للإنسان الإماراتي بكل ما يحمله من قيم نبيلة